50 نقطه متربعا على قمه دوري الجمهوريه مواليد 2001. تمام. سعدنا ان يكون معانا بعد المباراه كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن فتحي يعني بنهنيك في البدايه بنقول لك الف مبروك الفوز النهارده، لكن شايفك مش مبسوط بصراحه. لا انا طبعا متشكر على هذا اللقاء، وطبعا بسلم على الكابتن اسامه والكابتن احمد بلال والكابتن محمد حشيش وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي الجميله اللي بتنقل فعلا صوره جميله لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ودي كانت حاجه جميله، يمكن انا شايفها حاجه ايجابيه كويسه ان قطاع الناشئين دلوقتي الناس بقت بتهتم بالمباريات وتهتم على قناه الاهلي بتشوف هذه المباريات، وبشكر كل الساده العاملين في قناه الاهلي. يعني النهارده المباراه شفتها ازاي؟ الفوز على الداخليه 1-0، يمكن مباراه الدور الاول كانت انتهت بفوز الاهلي 6-1، لكن اعتقد الداخليه تعدل كتير، وشايفك برضو يعني في عدم رضا على اداء شويه. لا هو الحمد لله، بص يمكن انا يمكن بعد ماتش الانتاج، انت عارف الفرقه 2001 اتغلبوا الماتش الانتاج 4-2 الماتش اللي فات، اللعيبه كان في شيء من الاستعجال، اللعيبه كانت في عايزه تكسب هذه المباراه، والاداء يعني الاداء مش اداء 2001 بتوع النادي الاهلي اللي احنا كنت بشوفهم، اللي كنت دايما بشفق عليهم وبأثني عليهم ان ادائهم كويس، ولكن الاداء النهارده كان اداء فيه استعجال، اداء فيه يمكن شيء من القلق، والحمد لله ان احنا كسبنا 3 بونت، الحمد لله ان احنا حتى كسبنا واحد، ودي دائما بتبقى سمه فرق النادي الاهلي، يعني حتى ما بيعدي لما بيبقى فيه فرقه مغلوبه قبل كده بيكسب الماتش اللي بعديه، ولكن الاداء زي ما قلت لك اداء يمكن فيه شيء من التوتر النهارده. حضرتك كنت حريص فور انتهاء المباراه انك تتكلم مع اللعيبه، قلت لهم ايه؟ لا وانا طبعا يمكن بعد كل مباراه على كل فرق النادي بحب اتكلم معاه دايما بصفه مستمره، وانا دايما بدي حوافز ودايما بيبقى ليا ملاحظات، يعني حتى ملاحظاتي ان انا قلت لهم ادائكم مش اداء ال 2001 اللي انا بشوفه اللي انا متابعه، لازم نستثمر ان احنا فرقه نادي الاهلي وفرق من الفرق الكويسه، فرقه بتتربع على البطوله، فاتمنى الاداء يبقى الفترات الجايه احسن من كده، وبرده قلت يمكن تعليمات للعيبه المنتخب، منتخب برده لعيبه المنتخب على اساس ان النادي الاهلي هو الاساس ومنتخب مصر، احنا بنوصل لعيبه لمنتخب مصر من خلال النادي الاهلي، فاتمنى ان اللعيبه دي برده يمكن في منتخب مصر تادي اداء كويس لان اسم مصر طبعا الاولا، ويبقوا كويسين جدا ويلتزموا بتعليمات الكابتن ربيع، ودي بتبقى سمه من سمات الحمد لله قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان الكابتن ربيع بياخد عدد كبير من لاعبي ال 2001 في منتخب الشباب. كابتن فتحي يمكن كنت حضرت لحضرتك محاضره من سنوات طويله وحضرتك مدير فني لفريق شباب النادي الاهلي مواليد 91، حضرتك قلت لهم ساعتها انا عايزكم تستفيدوا من قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي دي هتبقى بوابتكم انكم تتسوقوا، يعني انا فاكر الكلام كان من اكتر من 8 سنين، يعني حضرتك تقول لي دلوقتي والقناه بتنقل على الهواء كمان المباريات. لا مظبوط، ودي فعلا انا يمكن اول ما قناه الاهلي يمكن فعلا من زمان وانا ماسك فريق الشباب قلت لهم قناه النادي الاهلي ليها دور كبير جدا جدا في نجوميه كل لعيب، ولحد يومنا هذا ولحد المباراه اللي بتتذاع النهارده قناه الاهلي ليها الفضل فعلا في النهارده اللعيبه بتتعرف، النهارده اللعيبه بتتعرف على مستوى جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكل الناس اللي بتشاهد قناه الاهلي، والله العظيم انا مش عايز اقول لك انا كنت راكب مع يمكن سواق تاكسي من يومين بيقول لي على اسامي فعلا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فاذا كان هذا الشيء بيدل ان فعلا قناه الاهلي مشكوره ان هي بتذيع لنا الماتشات، والجانب الثاني انا قلت للعيبه يمكن من زمان فعلا كنت بقول لهم الجانب المهم جدا جدا ان قناه الاهلي بتديك النهارده رؤيه للناس تتعرف عليك، الاجهزه الفنيه في الفرق الاخرى تتعرف عليك، بتسوق نفسك من خلال قناه الاهلي، ودي حاجه كويسه جدا للعيبه، واللعيبه لازم تستفاد من قناه الاهلي ان قناه الاهلي بتذيع ماتشات كتير جدا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبتبتدي جماهير النادي الاهلي تعرف اللعيبه دول هم في سن صغيره. يعني كابتن فتحي بنتمنى لحضرتك دايما التوفيق للنادي الاهلي ونشكر حضرتك. انا متشكر جدا ومتشكر جدا اللي في الاستوديو ومتشكر جدا ليك، شكرا جزيلا.